أرسلت لنا إحدى الأخوات سؤال تقول فيه: شيخ صالح، تشاجرت أنا وزوجي وصدر مني ألفاظ بذيئة تجاهه وبادلني نفس الشتائم ونحن في مشعر منى، وكان ذلك في اليوم السابع من ذي الحجة، هل حجنا صحيح وهل علينا كفارة؟ حجكم صحيح إن شاء الله، وتأثمون على ما حصل بينكما من الكلمات النابية، فعليكم بالاستغفار والتوبة إلى الله. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمحرم يحافظ على إحرامه من المؤثرات. وعلى كل حال، ما حصل منكم خطأ فعليكما أن تتسامحا وأن تستغفر الله مما حصل في إحرامكم. نعم. طيب.